عشية الأعياد تجتمع معان المحبة، الرجا والسلام، ونور طفل المغارة يسطع بظلمة النفق يلي إن شاء الله نقطعه سوا صوب لبنان جديد. باسم الخلية التربوية، معلمات وأساتذة المرحلة الابتدائية، الحلقة الأولى بتوجه لأهالي تلاميذنا وتلاميذنا الأحبة، وأتمنى يعم السلام بيوتكم، هالبيوت يلي تحولت مؤخراً لدار للعبادة، قاعات صفوف، سوبر ماركت، مكان للحجر وللعمل عن بعد. ولادكن أمانة غالية سلمتونا إياها، وسوا رح نقطع الطريق على المجاعة التربوية. جندت كل طاقاتنا ووظفت كل الوسائل التربوية، إن كان من خلال التعلم عن بعد أو التعلم الحضوري، تنقدم لولادكن أحسن الظروف وأفضل الوسائل التعليمية بأصعب أوقات من وجهها. مهما كان الكورونا قوي رح ينهزم أكيد قدام اتحادنا وتعاوننا، قدام محبتنا وثقتنا بهالتلة الأنطونية يلي تهدمت عدة مرات وانبنت بالعزيمة. سوا منكبر بالرغم من كل الأزمات، وأنا أكيدة إنه ولادنا بقوة الرب بيستاهلوا مستقبل أحلى. ميلاد مجيد وعام غني بالبحبوحة، بالصحة، بالأمان. ولد المسيح، هللويا.